السلام عليكم، انا هشام العسري، رئيس لجنه تحكيم الدوره الخامسه للمسابقه الدوليه للفيلم القصير انا مغربي انا مغربيه. نذكركم ديروا فيلم في 90 ثانيه، خاص يكون عندكم اقل من 30 سنه، والمحور هو اللقاءات، واحد تلاقى مع واحد. صاحبي كوبي هذا البلان. شنو هذا البلان هشام؟ دير صاحبي بريكولات بلا بينا. باغي دير فيلم قصير؟ قصير طويل ما عنديش مشكل، عارفني ما كنحقر حتى شي واحد انايا. عندك اقل من 30 سنه؟ بين 29 و 31 ما عارفش بالضبط، ولكن ما متورخش اصلا يلاه ومن بعد. اها واش نديرو؟ كان اللي غندير معاك هذا البلان، ولكن بشرط واحد. وانك تربحني مع توام البالون كاع الجوائز نديهم انا. خليتي ليا في ماشي مشكل، لقاءات مازال غتلاقينا الوقت انا تحت. المهم شاركوا قل من 90 ثانيه الفيلم، وانتم يكون عندكم قل من 30 سنه وما تحشموش.